السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. كنت في عدة فيديوهات سابقة نشرت الإجابة على أسئلة شهادة الباص. طبعا لكن المشكلة تكمن يعني أنا في الحصول على شهادة الباص، يعني أصعب خطوة أو أصعب مرحلة هي الإجابة على أسئلة الإيهاكا. أسئلة الإيهاكا يعني بعضها موجود على الإنترنت، يعني إذا بحثت عليها على الإنترنت ستجدها. طبعا لا أريد أن أضع روابط حتى لا أتعرض لإشكالات من اليوتيوب. المهم، قام بعض الإخوة يعني بالإجابة على بعض هذه الأسئلة أو على جميع هذه الأسئلة. صراحة عدد الأسئلة كبير جدا. هذه الأسئلة هنا كما تشاهدون، هنا هذا القسم على سبيل المثال 242 سؤال، يعني هذا قسم من الأقسام. طيب، إذا ذهبت إلى الصفحة الأولى، طبعا كما تشاهد هنا إيهاكا، يعني هذه الأسئلة من الإيهاكا، يعني قام الأخوة بحل جميع الأسئلة. المهم لكن تكمن المشكلة أيضا يعني في ترجمة هذه الأسئلة، يعني إذا أردنا الإجابة على هذه الأسئلة سنحتاج وقتا كثيرا حتى نترجمها ثم نجيب عليها. لذلك قمت بخطوة إضافية، يعني صراحة مني قمت بترجمة هذه الأسئلة هنا على العروض التقديمية لجوجل. هنا على سبيل المثال هذا السؤال الأول، ثم على ذلك ترجمته، ثم على ذلك الإجابة. طبعا لم أتمكن يعني من عمل كل الأسئلة لأنه كما شاهدت يعني عدد الأسئلة كبير جدا جدا، يعني تقريبا 700 سؤال. عملت يعني بعض الأسئلة، فقلت يعني أعمل هذا الفيديو، وإذا رأيتم أن الفيديو مناسب يعني صراحة إذا رأيت أنه عليه مشاهدة سأتابع في الإجابة على الأسئلة، لأن لا أريد أن أضيع وقت كثيرا وقتا ثم لأني لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت على الإجابة على الأسئلة، ثم بعد ذلك يعني لا يكون هناك مشاهدات على هذا الفيديو. طيب دعونا نحاول الإجابة على أسئلة الإيهاكا. طيب سأعطيه هنا بدء العرض. طبعا المشكلة بالنت بطيء قليلا، يعني لذلك عليكم أن تتحملوني. طيب هذا السؤال، المشكلة السؤال في الألماني، صراحة إذا أردنا أن نقرأ السؤال في الألماني ثم نقرأه في العربي ثم نجيب عليه سيأخذ وقتا كثيرا، لذلك سنترك هذه الأسئلة في الألماني ثم بعد ذلك نتوجه مباشرة إلى السؤال باللغة العربية. أو نحاول أن نقرأ فقط هذا السؤال. إيرفاتسوغ هايت أين هالب أوتوماتيشا جتريبا ميت أينر هادرشا كابلونج في فيرد دي كرافت أوباترانا. طيب الترجمة، تحتوي سيارتك على ناقل حركة شبه أوتوماتيكي مزود بقابض هيدروليكي، كيف يتم نقل الطاقة؟ الخيارات هي إما مع سائل فرملة أو استخدام أقراص المكابح بزيت هيدروليكي خاص مع التروس الكوكبية. يعني صراحة إذا كنت درست يعني يجب أن تعرف الإجابة. الإجابة هي بزيت هيدروليكي خاص ميت سبيتشيلان هيدروليك. طبعا صراحة يعني قمت بعمل ترجمة يعني عرض الإجابة فقط في اللغة الألمانية لأنه ستطول كثيرا إذا ضربتها في اللغة العربية. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني. طبعا سنحاول نجيب فقط على 20 أو 30 سؤال كحد أقصى اليوم. هذا السؤال الثاني ثم الترجمة. السلسلة الحركية، ضع العناصر الوظيفية الأربعة لمحرك الأقراص القياسي بالترتيب الصحيح. طيب يعني هنا سلسلة حركية، علينا أن نضع هذه العناصر بالترتيب الصحيح. عمود الكران، العتاد التفاضلية، انتقال أو قتريبة. يعني صراحة هم كاتبون يعني جوجل قام بترجمتها إلى انتقال، لكن وضعتها في الألماني حتى يتبين لك عن ماذا يتحدث جوجل. قتريبة أتوقع أنه يتحدث عن المحرك يعني، أو عفوا الغيار يعني. ثم بعد ذلك المحرك. طيب ننتقل إلى الإجابة. طيب هذه هي الترتيب الصحيح مرة ثانية. الترتيب الصحيح للأقراص القياسي، أولا الموتور، ثم بعد ذلك القتريبة، ثم بعد ذلك كلين فيكلا، ثم بعد ذلك ديفرنس أجلت تريبة. طيب ننتقل إلى السؤال التالي. هذه السؤال ثم بعد ذلك الترجمة. طبعا هنا بعض الأسئلة يعني لديها دياجرام أو يعني رسم بياني، لذلك يعني علينا أن نشاهد السؤال ثم بعد ذلك ننتقل إلى رؤية التليجرام هنا في خيار اللغة العربية. اقرأ عزم دوران المحرك بأقصى قوة المحرك من حياة الحمولة الكاملة الموضحة. طيب هنا يعني عن ماذا يقصدون هنا؟ ام 1500 ان ام، ام ام 1750 ان ام، ام ام 1950 ان ام، او ام تساوي 2100 ان ام. طيب اقرأ عزم دوران المحرك بأقصى قوة المحرك من حياة الحمولة الكاملة الموضحة. طيب الإجابة، الإجابة هي ام 1750 ان ام. طيب السؤال الرابع، فاس فاشتيت مان اونتر ديم الاستيشا برايش اينس موتور. ننتقل الى الترجمة. ما هو المدن المرن للمحرك؟ هل هو جميع المكونات مصنوعة من البلاستيك، ام نطاق الخمول للمحرك، ام مدى السرعة بين اقصى قوة عزم بين اقصى عزم عفوا واقصى قوة، ام المنطقة ذات اقل اهتزازات المحرك؟ طبعا المشكلة يعني انها ترجمة جوجل، يعني احيانا يعني يضع
يعني قلة التعريف، مع بعض الكلمات التي تحتاج قلة التعريف، لذلك عليكم يعني أن تفهموا الفكرة فقط. طيب طيب بس فرش اسمان اونتر ديم الاستيشا برايش انس موتور، الإجابة هي سي، أو هنا مدى السرعة بين أقصى قوة، بين أقصى عزم وأقصى قوة، يعني دير تسال برايش تسفيشن ماكسيمال دري مومنت اند ماكسيمال لايستونج. طيب السؤال الخامس، وو از دير الاستيشا برايش باي موتور، يعني أين هي المنطقة المرنة من المحرك، كأنهم يقولون نعم، أين هي المنطقة المرنة في المحرك؟ الخيارات هي ألف أو آ تحت الحد الأقصى لعزم الدوران، ب بين أقصى عزم وأقصى قوة، س فوق الطاقة القصوى، د فقط المركبات ذات التعليق الهوائي لها منطقة مرنة. طيب ننتقل إلى الإجابة. طيب هو اصدر الاستيشا براش باي موتور، الاجابه الصحيحه هي سفيشن دي ماكسيمال دريم مومنت اند دير ماكسيمال لاستونج، يعني انها بين، عفوا يعني بين اقصى عزم واقصى قوه. طيب ننتقل الى السؤال التالي، السؤال السادس، فيش انفورماسيون زندن كين لاين دي ديجرام سو انت نيم، طبعا هم يتحدثون عن ديجرام، لذلك علينا رؤيه الديجرام، هذا هو الديجرام، يعني يقولون ما هي المعلومات التي يمكن العثور عليها في المنحنيات المميزة في الرسم التخطيطي؟ عزم المحرك، طبعا هذا هو الرسم التخطيطي، عزم المحرك، سرعة المحرك، استهلاك الوقود، أم السرعة القصوى، قوة المحرك. طيب الإجابة هي داس موتور دي مومنت، يعني تسي تسي، ماذا يقصدون تسي؟ عزم المحرك يعني، و دي موتور لايستونج، موتور لايستونج بي قوة المحرك، يعني عزم المحرك وقوة المحرك في هذا الدياجرام، عزم المحرك وقوة المحرك. طبعا نحن نمشي بالأسئلة في الترتيب الآن، يعني هذا السؤال السادس. طيب السؤال السابع، زي هابن اين دياجرام ميديم فير لوف اينر دي مومنت كورف فيش انفورماسيون ساك ديس دياجرام، طيب لديك رسم تخطيطي على شكل منحنى عزم الدوران، ما هي المعلومات التي تعرضها الرسم التخطيطي؟ لا يوجد رسم تخطيطي. طيب الخيار الأول معلومات حول عزم الدوران بالسرعة المعنية أو المعينة، يمكن أقصى عزم دوران المحرك، السرعة القصوى للسيارة، سرعة قصوى المحرك، أقصى قوة للمحرك. طيب ننتقل للإجابة. طيب الخيارات الصحيحة، أو الإجابات الصحيحة هي information over das dream moment by the revelator der sal das maxima dream moment des motors. طيب أو بي، الخيار الأول معلومات حول عزم الدوران بالسرعة المعنية، أقصى عزم دوران. طيب السؤال الثامن، بينين زي دي تفاي لينين اندم موتور ديجرام، يعني يقول لك قم بتسمية الخطين الموجودين في هذا الديجرام، يعني هون الإجابة موجودة، يعني لم أقم بترجمته لأن الإجابة موجودة هنا، يعني يقوم لك سمي الخطين الموجودين في هذا الديجرام، الخط الأول هو اللايستونج أو خط الجهد، الخط الثاني أدري مومنت، موتور لايستونج ودري مومنت، موتور لايستونج كأنه وجود المحرك، ودري مومنت يعني قوة يعني عزم الدوران كأنه ما إلى ذلك. طيب السؤال التاسع، فيش فاي انفورماسيون جبت داس ديجرام اينر دري مومنت فوم موتور، أي معلوماتين يقدمها مخطط منحنى عزم الدوران للمحرك؟ طيب الخيار الأول أو عفوا الإجابة الأولى هي هوخن لايستونج، هوخن دري مومنت ديس لايستونج، يعني أقصى قوة عزم للمحرك وأقصى قوة عزم دوران. طبعا المشكلة هذه الإجابة يعني يعني عليك أن تكتبها كتابة، يعني ليس هناك خيارات من متعدد، يعني بعض الأسئلة في هناك خيارات من متعدد، لكن هذه الأسئلة يعني سألونك عن معلومات، عن معلومات أنت يجب أن تكون تعرفها، يعني يجب عليك أن تقوم بكتابتها، لذلك لم أضعها هنا باللون الأخضر، يعني عليك أن تكتب هذه المعلومات كتابة عندما يسألونك هذا السؤال. فيلشس فاي انفورماسيون جيب داس دياجرام اينر دريم مومنت كورف فوم موتور هوستن لايستونج هوستن دريم مومنت ديس موتورز. طيب ننتقل إلى السؤال العاشر، في نينت من دي كلاين لينيا ديم دياجرام ان فيلشر اينر هايت فيردا ديزا جيمسن. طيب الترجمة، ما اسم الخاصية في الشكل او في هذا الشكل، يعني ب في اي وحدة يتم قياس هذا. طيب ننتقل الى الاجابة. طيب يقولون الخاصية اسمها موتور دريد سال، يعني كأنه عدد دورات المحرك، وموتور دري مومنت يتم قياسها بالان ام، موتور دري مومنت يعني لحظة دوران المحرك، افهمه صراحة، يعني المشكلة انه مرة يعني قبل قليل موتور دري مومنت لكن نسيتها. طيب سؤال 11، باي فيلشر لايستونج بيجنت دير الاستيشا براش ديس موتورز باي اينر موتور لايستونج فون
هنا يعني صراحة يعني قام أحد الأصدقاء بشرحها لي، يعني قال يعني كانتباه إلى نقطة التقارب بين هذا الخط وهذا الخط، يعني موتور دريل أستونغ، بين الموتور دريل أستونغ وموتور موتور دريل أستونغ والإلاستيك براش، نسيت اسمه صراحة. المهم عليك أن تنتبه إلى نقطة التقاطع بين هذا الخط يعني وهذا الخط، يعني نقطة التقاطع هنا، كأنه يعني كأنه هذا كأن هذا الخط يصل إلى أقصى عزم هنا، وهذا الخط هنا، فنقطة التقاطع تكون هنا. طيب، بأي قوة يبدأ المدى المرن عفوا للمحرك؟ بقوة محرك تبلغ سيركا أو يعني حوالي 180 كيلو وات. صراحة لست واثق كان كيلو وات أم لا، أعرف كيلو وات الكهرباء لكن لا أعرف هذه إذا كان في الباص نفس الشيء أم لا. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني عشر. في جروس است دي لايستونغ ديز موتورز باي 1200 على واحد على المينت، يعني كأنه 1200 دورة في الدقيقة. لايستونغ باي 1200 دورة في الدقيقة ان كيلو وات. طيب كيلو وات جيد. طيب ما هي قوة هذا المحرك عند 1200 دورة في الدقيقة؟ الطاقة عند 1200 دورة في الدقيقة بالكيلو وات. كيلو وات المشكلة يعني هذه قوانين يعني صراحة يجب أن تكون تعريفها، يعني بعض يعني الأخوة أعطوني فقط الإجابات ولم يعطوني تفاصيل الحل. الحل هو 220، لكن كيف وصلنا إلى هذا الحل صراحة لا أعرفها. في حال وصلت يعني في حال قام أحد الأخوة بشرحها لي سأقوم بشرحها في المستقبل إن شاء الله. طيب السؤال الثالث عشر. باي فيلشر دريتسال إرايشت دير موتور زي ماكسيمال موتور لايستونغ، ماكسيمال موتور لايستونغ باي اينر دريتسال. طيب ننتقل للترجمة. انا صراحة انا قلت اني لا اريد ان اترجم مع ذلك نسيت وقمت بالقراءة بالالماني. ما السرعة التي يصل بها المحرك الى اقصى قوة له؟ اقصى قوة المحرك دورة في الدقيقة بسرعة 1800 دورة في الدقيقة. هذا صراحة قانون، يعني يبدو انه قانون، لا اعرف صراحة يعني كيف وصلوا الى هذه النتيجة. طيب ننتقل الى السؤال الرابع عشر. طيب سأتوقف عند السؤال الخامس عشر فقط حتى لا نطيل الفيديو كثيرا. تاس دايجرام تساعد دي فير براوخ سكيلن لين اينس موتورز ان فيلشر اين هايت فير دير فير براوخ انج جيبن اين هايت اب كورسوم. طيب الترجمة، يوضح الرسم البياني منحنى استهلاك المحرك، في اي وحدة يتم الاستهلاك؟ 14 الوحدة اختصار 14 هذا رقم السؤال عفوا. طيب هنا هذه الاجابة جي على كيلو وات في الساعة. طيب هذا السؤال الخامس عشر والاخير، طبعا ليس الاخير في الاسئله وانما الاخير الذي في هذا الفيديو. يعني السؤال الخامس عشر. اوبر فيلشاد ريت سال بيرايش ايرستريكت زيش دير الاستيشا بيرايش ديس موتورز لاوت ديم اونتن اب جيبلدتن دياجرام فون بس، يعني من الى. طيب في اي مدى سرعة يمتد المدى المرن المحرك وفق الرسم البياني ادناه؟ من 950 الى 1750. يعني صراحة أحاول أن أفهم من أين أتت الإجابة لكن لا أجد بيانا شافيا. طيب طيب هذا السؤال الجديد هو السؤال السادس عشر، لذلك سنتوقف هنا. طبعا كما ذكرت يعني عدد الأسئلة كبير جدا، يعني يزيد على 300 سؤال أو عفوا يعني يزيد على 700 سؤال، وبإمكانك يعني إذا أردت تحميل هذه الأسئلة من الإنترنت فقط كتبت هذا العنوان إي أو بيروفس كرافت فارر بروفونغ أي هاكا، بعد ذلك يعني ستجد كثير من البيانات وستجد هذه الصفحة يعني 100% أو هذا المستند، عليك القيام بتحميله إذا أردت تحميله. طبعا ستجدها بدون إجابة، أما ما قلنا فيه بالإجابة على الأسئلة بناء على معلومات الأصدقاء التي أعطوني إياها. طيب سأوقف هذا الفيديو هنا، وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.